بنتك راحت مع فارس قال بقى تخبره كل شيء، وهذا الشيء ما بيتخبى بقى على حد. انت ليه عم تحرق المراحل؟ رح اسمع شيء بيزعل وبيخيب الامل. ليه عم تقطع العلاقه قبل ما تبلش؟ احكي لي كل الحقيقه بالتفصيل وبدون خوف. ما فيها تخبره كل شيء. عم تضحكي علي يا اسماء ولا عم تضحكي على حالك؟ تفاجأت؟ شكل القصه عويصه كثير. لك شو هالمصيبه هاي؟ عم تهددني؟ يا عم هددك. الجزء الثاني من ما فيه. اللي عم تقوليه مش منطقي ابدا. يوميا ما عدا الخميس والسبت بعد الاخبار على الام تي في.